هم طلبة من تخصصات مختلفة قاموا بإنتاج مستحضرات تجميل بمواد طبيعية 100%. يعملون كفريق واحد وكل له لمسته في المنتوج. نادي أوزون هو نادي علمي في جامعة باب الزوار، وين يجمع طلبة من مختلف التخصصات. نقوم بمختلف نشاطات علمية وثقافية. اليوم أنا جينا نشاركوا في المعرض الدولي كوسميتيكا، منتوجات طبيعية أباز دو ماتيغ بيو، وين تكون هذه الحاجة متوفرة في كل منزل، وين المرأة الجزائرية في عود ما تروح تشري هذاك المنتوج يكون فيه مواد كيميائية خطيرة، قادرة تحضره بنفسها في المنزل وين ما يضرش البشرة تاعها ولا الجسم تاعها بصفة عامة. دونك حنا هادو كانوا أفكار في راسنا، صينا نجسدوهم على أرض الواقع وخدمنا هاد لي برودوي اللي تشوف من قبيلات، ودركا نسعوا انه لي برودوي هادو ما نخدموا بهم شركات، ولا تسمى هاد لي برودوي مشيت تتبناهم من نقدروا نكريو بهم شركات اللي يدخلوا في العالم تاع الكوزميتيك. منتجات مختلفة مفيدة للجسم خالية من المواد الكيميائية، وكل منتج وخاصيته. هنا نسرين لديها مستحضرات خاصة بها. مخدومين 100% ارتيزانال ناتوريل، اي كل واحد فيهم واش يداوي لابو. اليوم جبت معايا هذا سي بور لي بوغراس، اي ميم هذا سي بور لي بوغراس اكنيك، دونك يقدروا يستعملوهم لي دو تيب، راح يداويوهم لاكني وينشف لهم هذوك لي بوتون داكني. هنايا عندنا ان ماسك بور لي شوفو، بور لي شوفو ابيمي ا باز دو مويل اوسيس اللي خدمناهم حنايا دونك دون نوتر دون لو لاب دون لو لوكو. عندنا اون كولوراسيون اوسي ناتوريل جو بريسيز، وعندنا اوسي لا كيراتين بور لي شوفو. هنايا عندنا دي ماسك بور لو فيزاج كيما هذا، سي اون كريم دو جو ا باز دو سير دابي. عندنا هنا ثاني ان غوماج ا باز دو لا فارين دو ري. عندنا اوسي هنايا عندنا ان دي ماكيون بوماد. عملهم لم يقتصر على هذا فقط، بل تم وضع منصة رقمية للتواصل مع الزبائن والتعريف بمنتجاتهم. هدية ستين ستين بروتوتيب غير كما درناه، elle facilite l'utilisation des produits cosmétiques. Il suffit juste de mentionner le nom ou l'âge ou le type de peau، وهي تمد لك لي كريم اللي يساعدوا لي تيب دو بو تاعك ولا لي تيب دو شيفي تاعك. طلبة من تخصصات مختلفة قاموا بتحويل مكتسباتهم العلمية إلى مشاريع مصغرة، آملين بتطوير عملهم وإنشاء شركات خاصة بهم.